هو المشروع في ارض الواقع كما كتشوفوا معايا. يعني هذه الماكينه ان شاء الله تكون السبب انكم يعني ديفلوبوا المشروع ديالكم حتى توصلوا يعني ان شاء الله نهاد يعني النتيجه الرورو ديال الفينيل فليكس الى غير ذلك. مسائل كامله ان شاء الله كتبان حداكم يعني بالتفاصيل. ايبسون 31/1805. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ان شاء الله تشوفوا معايا مشروع حصري اللي هو مشروع ديال دي تي اف. يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو المشروع ديالهم، راه سبق لي حطيت فيديو عليها وان شاء الله اليوم غادي تشوفوا معايا بالديتاي يعني بالنسبه للرجال والنساء اللي يقدروا يخدموا بهذه الطباعه ديال دي تي اف اللي كتطبع على جميع التوابات وباقل الثمن. يعني الباك كامل فيه 7000 درهم تقدر تبدا البروجي ديالك من الزيرو الاخوان. المهم هذا الفيديو هذا غادي تشوف معايا بالديتاي يعني الدي تي اف شنو تقدر تخدم بها وكيفاش غادي تخدم بها ان شاء الله. ما غاديش نطول عليكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش دعمونا باللايك والاشتراك ان شاء الله في القناه باش تكون ديما جديد بخصوص هذه القناه ان شاء الله. احنا عاملين بروجي على ارض الواقع بالنسبه للناس اللي كيقول لك ما كاينش، ها انتم بالدليل يعني المشروع كامل بالديتاي كيبان حداكم يا اخوان. ها التيشيرتات اللي كنطبعوا عليهم، الكاسكيطات، يعني هادشي كامل يعني تقدر تخدموا بالاله ديال دي تي اف. يعني كلشي كما كتشوفوا هادشي اللي كيبان قدامكم راه مشروع يعني بدا من الصفر والحمد لله بدا كيكبر كيكبر توصلنا لهذا المستوى وباقي ان شاء الله غادي نزيدو نطورو باش ان شاء الله راه نزيدو ان شاء الله نكبروا في هذا المشروع هذا اللي مالا الاخوان. حنا راه بدينا من الصفر ولهذا راه كنبين لكم يعني الواقع، ماشي كنهضروا عن فراغ، ما كنقول لكمش باللي راه ديك المشاريع يعني في الهواء. بالعكس حتى حنا الاله دي تي اف راه كنخدموا بها، كنطبعوا على لي كاسكيت، كنطبعوا على تيشيرت، على اي حاجه مثلا بحال الديزاين اللي عندي هنا، هادشي هذا كامل كنطبعوه الاخوان. اذا تبعوا معنا بالتفاصيل هذا المشروع هذا ان شاء الله. بالنسبه للدي تي اف شنو اللي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الدي تي اف، الدي تي اف هي مثلا غادي نخدموا بالابسون 1805 اللي كتاخذ السد اللون. الابسون اللي كتاخذ السد اللون هي اللي كنخدموها الدي تي اف، والدي تي اف كتطبع على جميع التوابات يعني كما كتشوفوا الكاليتي ديالها. راه سبق لي حطيتكم هذا الفيديو هذا. يعني شنو كتحتاج؟ كتحتاج الفيلم اللي هو هذا الرولو ديال الفيلم، ها هو الرولو ديال الفيلم يعني هذا، وكنحتاجوا البودره الكولا اللي كتجي ملصقه في الظهر ديال الظهر ديال ديال الفيلم، وكنحتاجو هذا الانك يعني المداد ديال الدي تي اف والبريسه. يعني هذا هو البروجي كامل يعني باقل ثمن الاخوان. هذا البروجي هذا يعني ب 8000 درهم 9000 درهم غادي تخرج بالبريسه بكلشي. الا مثلا بغيت تبدا غير بالدي تي اف بلا بريسه يعني راه تكون عندك واحد 7000 درهم، ولكن بالبريسه يعني الماكسيموم حتى الماكينه الاخوان هذه راه كدير يعني السد المليون ونص. حنايا راه كنخدموها غير ب 6000 درهم، يعني ماكينه مريباريه بكلشي، تفهمنا اخوان؟ يعني الصراحه فيها الفلوس ديال بصح لانها كتخدم على جميع التوابات. اي واحد بغى ديزاين يعني ها انتم كتشوفوا جميع اللوغوز كتخدموا هذا كتطبعوا في البريسه، يعني في البريسه على التوب وكيلصق كيولي بحال هذا الاخوان. شوفوا لا كاليتي تبارك الله، كاليتي ماشي عاديه الاخوان. يعني هذا كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في البريباراسيون ديالنا ديال ماكينه ديال دي تي اف. هذه غادي نقادو واحد السيد في الرباط، ها هي يلاه جات حتى هي. هادشي هذا كامل غادي تشوفوه معايا في الفيديو ان شاء الله بالتفاصيل، يعني كيفاش كنقادوها وطريقه الخدمه ديالها طبعا ديال الاله ديال دي تي اف. الاخوان المداد ديال دي تي اف هذا يعني كيدير قول 90 درهم يعني 100 ايميل كيعمر لك الريزيرفوار ديال ايبسون 1805، يعني كيعمر لك يعني خصك السد الوانات، يعني كدير جوج ديال الابيض وكدير يعني أربعة ديال سي ام جي ان اللي هو السيون والماجونتا والجون والنوار. تفهمنا اخوان؟ هادشي هذا كامل غادي نشوفوه بالديتاي. اللي بغى يتوكل على الله، الناس اللي كيقولوا خدمه ما كايناش، هادشي هذا كامل ان شاء الله غادي نبينوها لكم في الحقيقه ان شاء الله. اخوان هذه ايبسون جديده، هذه اللي ان شاء الله غادي تشوفوا ريباراسيون ديالها وغتشوف كيفاش كتولي طباع دي تي اف على الحوايج فقط ارخص اثمان. كما كتعرف الطباعه الحراريه، الطباعه الحراريه يعني ما كتطبعش على القطن، ما كتطبعش على الكحال، ما كتطبعش على الاسود مغلوقه. يعني هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي تشوفوه مع الاله ديال ايبسون. راه سبق لي حطيت فيديو ولكن اليوم غادي تشوف معايا كل شيء بالديتاي وبالدليل ان شاء الله. يعني هي الاله جديده، ها غادي نفسخوها حداكم وغادي تشوفوا داك الشيء ديال ها يا اخوان الايبسون. هذه ان شاء الله هي اللي غادي نعملوا لها الريباراسيون. ها هما المداد ديالها، وبعد المداد هذا الاخوان هذا المداد هذا هو اللي كيرجع يعني كيولي كيخدم بالدي تي اف. تفهمنا اخوان؟ هادو هما اللي غادي نخدموهم نحولوهم لهذا المداد هذا الحبر هذا غيولي كيخدم بالدي تي اف.
انتما الاخوان الابسون باقا جديده ان شاء الله غادي نديروا لها ريباراسيون تولي كطبع على الدي تي اف. ها انتما يعني كلشي باقي جديد. كلشي جديد الاخوان يعني ما كاينش شي حاجه قديمه كنعدلوا ريباراسيون كنعدلوها في الجديده الاخوان. انتما الاخوان الاخوان باقي داكشي بالبلاستيك ديالو كلشي جديد. تيت شوفوا كيفاش كيجي محمي. انا هذا هو التيت ديال الماكينه. هنا كاين التيت. هانتوما الاخوان ان شاء الله هذه احسن طباعه اللي تقدر تطبع بها على جميع الاسود. التعمار ديالها كيفاش كنعمروها؟ خاص كنعمروا الريزرفوار هو الاول عاد كنشعلوا الماكينه. يعني هذه العمليه كامله كنعملوها بماكينه باقا مطفيه باقي ما عملنا لا كابلي لا حتى حاجه. تفهمنا الاخوان انستالاسيون ديالها فاش كتبغي تانستاليها كيجي مع السي دي دلانستالاسيون ديالها مسائل كامله. اخويا انتما كتشوفوا حنايا كان يعني كنعمروا المداد الريزرفوار كنبقاو ماشيين هذا بخطوه بخطوه. يعني الماكينه كتكون باقا ما شعلتش مره ف يعني باقا ما شعلتش باقي ما عملنا لاش البريز. فهمنا الاخوان صافي كنبداو نعمروا المداد ديالنا وكل لون كيشد بلاصتو. هنايا كنعمروا اللوانات كاملين كما قلنا يعني الريزرفوار دائما خصو يبقى يتحرك باش ما يعملناش المشاكل. من بعد غادي نشعلوا الماكينه. هذه بالنسبه للريباراسيون ديال الماكينه الجديده. اما بالنسبه للماكينه القديمه خصك تغسلها كامله. بالنسبه للكاليتي ديالها الاخوان كما كتشوفوا الكاليتي ديالها شي حاجه كتجي رائعه الاخوان. هذه كتطبع في يعني كتطبع في التوابات جميع التوابات كتطبع فيهم. فهمنا الاخوان يعني الماكينه صراحه اقتصاديه بزاف. ها شحال كتضرب يعني بالكولور راه كتضرب حتى 1900 فوتو يعني باللوانات كاملين كتضرب 1900 فوتو. بالنسبه للمداد الاخوان هذا 100 ام ال يعني كتجي تقريبا ب 90 درهم. يعني خصك 6 اللوانات هاد جوج كيعمروا بالابيض وهنا راه كيعمر الكحل وهنا كيعمر الصفر وهنايا الزرق وهنايا الماجونتا. فهمنا الاخوان ودائما كما كنقولوا يعني خصك تحرك يعني تحرك مزيان. صافي غادي نفتحوا هذا الديمبيرات الاخوان وغادي نبيرجو منه. وها هي الماكينه ديال دي تي اف واجده. كيبقى ناقصك غير البروغرام ديال اللي اسمه اكرو ريب هو اللي كيخدمنا هاد الماكينه ديال دي تي اف ايبسون ال 805. يعني كتعمر الحمار انا كنعمرو هذه الحمار نعمرهم كاملين. صافي نديمارو ان شاء الله الماكينه وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه. البريسه هي البودره والفيلم. عندنا الزرق وهادو لي لايت اللي فيهم ال ام والال سي هادو هما اللي كيدوزو بالبيض. تفهمنا الاخوان وهذا هو الريزرفوار.